السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مونتا البروف، ومرحبا بكم في تحدي ولغز جديد من ألغاز الرياضيات. هدفنا أن نتشارك معكم طريقة الحل حتى نعزز ثقتكم في أنفسكم ونحبب إليكم الرياضيات. هذا اللغز الذي أمامنا فشل في حله 70%. هل يمكنك إيجاد الحل؟ أوقف الفيديو إذا كنت ترغب في تجربة حل هذا اللغز واترك لنا جوابك في التعليقات، وعندما تكون مستعدا استمر في المشاهدة لنتشارك معك كيفية حل هذه المسألة. لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته، الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وتسجيل جوابك في التعليقات وملاحظتك. مرحبا بكم من جديد، آمل أن كل واحد منكم قد ترك جوابه في التعليقات. هيا بنا خطوة بخطوة لحل هذا اللغز، ونبدأ على بركة الله بالمعادلة الأولى. إذا كما تلاحظون، المعادلة مكونة من مجموع لثلاث كرات ليكون المجموع يساوي 18. بكل بساطة يمكن أن نستنتج أن المعادلة يمكن أن تكتب على شكل 6 زائد 6 زائد 6 تساوي 18، وبالتالي فإن الكرة تساوي 6. نمر الآن إلى المعادلة الثانية، حيث لدينا ساعة زائد ساعة زائد كرة بمجموع يساوي 20. من المعادلة الأولى لدينا الكرة تساوي 6. المعادلة تصبح ساعتان زائد 6 تساوي 20، أي أن ساعة زائد ساعة تساوي 14. ومنه بكل بساطة يمكن أن نستنتج أن المعادلة يمكن أن تكتب 7 زائد 7 تساوي 14، أي أن الساعة تساوي 7. نمر الآن إلى المعادلة الثالثة، حيث لدينا طفل ضرب طفل زائد طفل يساوي 30. مع بعض التركيز نجد أن المعادلة يمكن أن تكتب على شكل 5 ضرب 5 زائد 5 تساوي 30، ومنه فالطفل يساوي 5. نصل الآن إلى المعادلة الرابعة، والتي تمثل اللغز الذي نسعى إلى حله. إذن من المعادلة الأولى والثانية والثالثة لدينا الكرة تساوي 6، الساعة تساوي 7، والطفل يساوي 5. إذن كما تلاحظون، فالعامل الأول من المعادلة الأولى هو ساعة تشير إلى 7 عوض تلك التي كانت لدينا وتشير إلى 8. ولاحظ معي، رغم أنها تشير إلى 8 إلا أنها تساوي 7، وبالتالي فلتحديد قيمة الساعة ننقص 1 من الوقت المشار إليه في الساعة، وبالتالي فالساعة التي لدينا والتي تشير إلى 7 ناقص 1 ستساوي 6. العامل الثاني من المعادلة هو طفل بكرة. نعلم أن الكرة تساوي 6 والطفل يساوي 5، إذن الطفل بكرة سيساوي 6 زائد 5، أي سيساوي 11. أصبح لدينا الآن الساعة تساوي 6، الطفل بكرة يساوي 11، والكرة تساوي 6. كل ما علينا القيام به الآن هو فقط تعويض كل عامل بقيمته لتصبح المعادلة التي نسعى لحلها تساوي 6 زائد 11 ضرب 6. وباعتبار خاصيات ترتيب مستوى العمليات الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح، فإن 6 زائد 11 ضرب 6 تساوي 6 زائد 66، وبالتالي نحصل على الجواب 72. لكن هناك جواب ثاني يمكن اعتماده إذا قمنا بتفسير ثاني.
لاحظ معي الكرة التي لدينا في المعادلة الأولى والتي تساوي 6، ثم لاحظ الكرة في المعادلة الرابعة، ستلاحظ أنها مقلوب الأولى، وعليه فيمكن أن نقول أن الكرة في المعادلة الرابعة ستساوي 9. ثم لاحظ معي الولد مع الكرة. إذا لاحظت الكرة جيدا فيمكنك أن ترى أنها تختلف عن الكرة السابقة، بحيث أنها تحتوي فقط على 4 نقط سوداء عكس التي كانت لدينا والتي كانت فيها 6 نقط سوداء وتساوي 6، وبالتالي يمكن أن نقول أن كل نقطة تساوي 1، إذن فالكرة ستساوي 4، وبالتالي الطفل مع الكرة سيساوي 4 زائد 5 لأن الطفل يساوي 5، وبالتالي سوف يساوي 9. هكذا المعادلة تصبح 6 زائد 9 ضرب 9، وباعتبار دائما خاصية ترتيب المستوى العمليات الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح، فإن 6 زائد 9 ضرب 9 تساوي 6 زائد 81، وبالتالي نحصل على جواب آخر وهو 87. هل استطعت أنت إيجاد أحد الحلين؟ شكرا على حسن تتبعكم لقناتنا، وإلى لغز قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.